القصوري حاضرا في هذا الصباح ليستعد شو جديد، بل ينطلق شو جديد. ويسرني في هذه اللحظات نقل الميكروفون لزميلي حمد بن محمد زعبي. شكرا مطلق بن علي العنزي، الشكر كذلك موصول لمحمد بن بريك المري. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أيها الإخوة المتابعون أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. هذه أيضا ضمن انطلاقات هذا الصباح وهذا السن، سن الإذاعة وأشواطنا العامة، وهذا هو شوطنا الثالث ضمن هذه الانطلاقات. المركز الأول نتعرف على إنجاز من تحتل المركز الأول، هذه إنجاز تعود ملكيتها لعبد الله بن ناصر بن محمد بن طرجم السهلي مع المركز الأول. ننتقل للمركز الثاني ومن تتواجد فيه العنود لمحمد بن ناصر الشنجل المري، وعلى المركز الثالث ومن تتواجد على المركز الثالث مرعوبة لهادي بن فرج بن جابر بن ذيبان المري، وعلى المركز الرابع ومن تحتل المركز الرابع تتواصل هنا شعلة أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري. وأما المركز الخامس ومن تحتل المركز الخامس، هذه هيض تعود ملكية هيض للاهوم بن سعد بن طالب ألف هيدة المري. وهنا من تتقدم في هذه اللحظات الوصول في هذه اللحظة مشاهدينا ومستمعينا الكرام على المركز الخامس من الدرعية محمد بن راشد بن علي ألف هيدة المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود وإياكم إلى شعار السهلي، شعار بن طرجم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. المركز الأول هذه إنجاز تعود ملكية إنجاز عبد الله بن ناصر بن محمد بن طرجم السهلي مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الله، شوف اللي وصلت في هذه اللحظات على المركز الثاني ومن تتقدم فيه مرعوبة لهادي بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. أما المركز الثالث شوف اللي غيرت على المركز الثاني، الله، يصل 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 في هذه اللحظات، تصل الدرعية، الدرعية تعود ملكية الدرعية لمحمد بن راشد بن علي ألف هيدي المري. وهذا شعار زميلنا المميز، نعم شعار زميلنا المميز محمد بن بريك المري. نتمنى له التوفيق، نتمنى للجميع كذلك التوفيق. يلا يا أبو بريك والقلب دعيلك. ننتقل للمركز الرابع ومن تو المركز الثالث اللي تحتل المركز الثالث تتواجد على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات، هذه مرعوبة لهادي بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. وعلى المركز الرابع هذه العنود محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري، تتواجد العنود على مستوى المركز الرابع وغيرت في هذه اللحظات. ننتقل للمركز الخامس ومن تتواجد فيه هيض للهوم بن سعد بن طالب بن شريم المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. نعود مع لائحة الألف والخمسمائة متر الأخيرة المقدمة مع الشنجل. الشنجل غير مجريات هذا الشوط، العنود محمد بن ناصر الشنجل المري مع المركز الأول مع العنود. يا سلام، الله 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 على العنود وعلى انطلاقاتها مع صدارة هذا الشوط. هذه العنود وصلوك الجماعة يا ابو، يا ابو ناصر وصلوك الجماعة، وصلوك القادمون. اول الواصلات هذه هيض للهوم بن سعد بن طالب الف هيده المري. من يتواجد هنا على مستوى المركز الثاني المركز الثالث؟ اول نداء لشقة محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري مع شقة على المركز الثالث والمركز الرابع. يصل البريدي في هذه اللحظات
يصل ويتقدم هنا شعار البريدي. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، من تتواجد فيه الوصول والتقدم من الذيبة؟ حمد بن جر الله بن علي البريدي من يتواجد مع الذيبة على المركز الرابع والمركز الخامس. أيضا يصل اسم جديد ويتدخل في هذه اللحظات مع الفاتنة إبراهيم بن سالم بن علي الدرعي. نعود إلى شعار بوجر الله، شعار بوجر الله مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط مع الذيبة 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 الذيبة. هي الأقرب، هي الأقرب للناموس، هي الأقرب مشاهدين الكرام للناموس في هذه اللحظات. هذه الذيبة مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط مع الصدارة. يا سلام، حمد بن جار الله البريدي، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. يا سلام، الله 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 الله. هذه المقدمة مع الذيبة 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 مع الناموس. سلام بوجر الله، سلام، أسعد الله صباحك بهذا الناموس المستحق المركز الثاني. وصلت فيه مشاهدين الكرام تتواجد مشاهدينا ومستمعينا الكرام على المركز الثاني الفاتنة إبراهيم بن سالم بن علي الدرعي. أم المركز الثالث وصلت على المركز الثالث أرزنة الإشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي. أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع هيض اللي لهم بن سعد بن طالب ألف هيدة المري. أما المركز الخامس وصلت فيه الدوحة لعبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول البريدي إلى خط النهاية. قاطع المسافة مشاهدين الكرام، وهذه هي الذيبة. نعم، قاطعة المسافة في زمن قدر 6 دقائق 17 ثانية، 5 أجزاء من ثانية. والناموس لحمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي على فوز الذيبة وتحقيقها بالمركز الأول. ونقول لأبو جر الله ألف مبروك. المركز الثاني 6 دقائق 18 ثانية بالوفاء والتمام. هذا هو توقيت الفاتنة. تهانينا والناموس لإبراهيم بن سالم بن علي الدرعي. أما المركز الثالث 6 دقائق 19 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت أرزنة. تهانينا لشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي. تهانينا والناموس